ديبرايي اومبرايي زي لومبرياج ما طلقش لومبرياج كامل هادشي كامل غادي نتعلمو اليوم. وانت كتقول للناس كثير عاد طلق لومبرياج واش انت مسطي ولا مات؟ لا تمشيري وعاد كتلقى لومبرياج. وانت ديك المدرسه اللي قريتي فيها راه خاصها تسد. وانت اللي قراك خاصو يتشد. عرفتي شنو اليوم نهضروا على لومبرياج. تصوروا معايا الموتور عنده علاقه مع الرويد نيشان مثلا في الدراجات الناريه الصغيره، بحيث انك لو بغيتي توصل واحد السرعه خاصك تكسيري، ولا بغيتي تحافظ على ديك السرعه خاصك تبقى مكسيري، وفي ظروف بحال العقبه ولا الرمله خاصك تعاون بالبيدال. الا افترضنا مثلا ان الموتور كيضرب 2000 دوره في الدقيقه غادي يبقى عطينا ديما نفس السرعه. الا بغينا نزيدوا السرعه غادي نزيدوا الدورات ديال الموتور. داكشي علاش ما تقدرش تمشي به واحد المسافه طويله، غادي يسخن غادي كونسومي بزاف يقدر يكولي. هنا في المهندسين فكروا وجابوا لابواطا فيتيس وحطوها ما بين الموتور وما بين الرويد. لابواطا فيتيس كتشتغل بنفس السيستيم ديال الفي تي تي، كل سرعه وعندها بينيو ديالها اللي كيدور لاغ بخليك يدور الرويد. بهذا السيستيم هذا 2000 دوره تقدر تعطينا 20 كيلومتر في الساعه كيف تقدر تعطينا 80 كيلومتر في الساعه. المزايا ديال البواطا فيتيس هي انها كتساعدك انك تسوق في ظروف مختلفه، كتقتصد البنزين وكتنفس المحرك باش تحافظ عليه لمده طويله. دابا تصور معايا ان جوج البينيوات ملاقين وكيدوروا وانت غتجي وغتبدل غطرد هذيك لابواطا فيتيس. وهنا علاش تختارع لومبرياج، حيت انه كيفرق لابواطا فيتيس على الموتور فرق كافي باش يمنع تدفق الحركه اللي جايه من الموتور، وفي هذيك الساعه تقدر تبدل بكل امان. لومبرياج هو عباره على واحد الكيت فيه بزاف ديال لي بياس. عندنا الفولوموتور اللي كيكون لاصق في الموتور عباره على واحد الرحه كبيره مسننه. الجهه ديال البواطا فيتيس عندنا لو ديسكومبرياج اللي كيكون مصنوع من واحد الماده خشنه باش ملي تلاقاو جوج لي بياس ما يزلقوش ما يوقعش هذاك الباتيناج. ديسك دومبرياج هو اللي كيتلاقى اولا كيتفرق مع الفولوموتور بمساعده لابيتي ديافراغم والبلاطو دو بريس. الديافراغم عندها شكل ديال واحد الورده، بحيث مني لابيتي كتضغط لاكس ديالها فهي بحال كتفتح. في الوقت فاش كتفتح الديافراغم ما كيبقاش هذاك الضغط على البلاطو دو بريسيون اللي كيخلي ديسك دومبرياج يتفرق على الفولوموتور. فرق كافي باش يمنع تدفق الحركه اللي جايه من الموتور للبواطا فيتيس. وفي هذه اللحظه هذه يمكن لينا نبدلوا الفيتيس بكل امان.